أقامت مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة سباقا رياضيا احتفالا بانتصارات أكتوبر، وانطلق الماراثون من أمام متحف الحضارات بمصر القديمة انتهاء بمركز شباب الخيالة. يهدف الماراثون تنشيط الذاكرة الوطنية في قلوب وعقول الأطفال والنشء والشباب بانتصارات أكتوبر المجيدة. في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، أقيم بالقاهرة ماراثون رياضي نظمته مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة احتفالا بنصر أكتوبر المجيد ولإيصال العديد من الرسائل للشباب عن التضحية والفداء للوطن. أكثر من 1000 شاب، وأكثر من شباب محافظة القاهرة. دايما أنا بوجه رسالة للشباب من هذا المكان، نقول لهم لا تنساقوا وراء الشائعات، مصر بخير واستقرار وأمان، ويعني دائما مصر التاريخ ومصر الحديثة بتثبت أنها دائما مستقرة، وقيادتها الحكيمة الحمد لله أنها دائما بتضع مصر في أماكن آمنة. الحكومة المصرية بتبذل جهد كبير جدا في سبيل خدمة المواطنين وتقديم خدمات للمواطنين. يهدف الماراثون لتنشيط الذاكرة الوطنية في قلوب وعقول الأطفال والنشء الصغير والشباب، فنجد المشاركين بعضهم يحمل أعلام النصر والآخر يعزف الموسيقى العسكرية أو يرتدون الزي العسكري في مشهد يعبر عن روح الولاء والانتماء للوطن. مبدئيا احنا عندنا في الكشافة مبدأ بيقول الواجب نحو الله، وده واجبنا نحو وطننا، واحنا النهاردة جايين نحتفل بانتصار اكتوبر بمروره 49 سنة، وكمان جايين نوري العالم كله ان مصر لسه موجودة. طبعا كلنا عارفين ان العيد ده مهم جدا، في شهداء ماتوا كتير جدا، احنا ده ذكرى وفاتهم احنا بنحتفل بيه، وعارفين ان كل شهيد روحه موجودة وسطينا، فاحنا بنحتفل بالعيد ده عشان مهم جدا، مهم جدا في بلدنا اصلا. العيد ده كان فيه نصر عظيم، وكل كان بيحارب من عشانه، حتى الشعب. نصر اكتوبر كان نصر عظيم جدا، وانا كنت حكم دار المدارس العسكرية على مستوى القاهرة السنة اللي فاتت، واكيد ده اعظم نصر حصل على مستوى العالم، واعظم نصر عملوه جنودنا المصريين طبعا. يوم 6 أكتوبر عام 1973 هي ذكرى عطرة تحتفل بها مصر والمصريون سنويا لتعريف الشباب الذين لم يشاهدوا أو يعايشوا هذه الحرب بأحداثها الجسام وانتصاراتها الخالدة والاستخلاص الدروس والعبر التي حققت النصر العظيم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.